باب الجهوي بمدينة زوارات المعلمة الصحية الأكبر في ولاية تيرزامور يقدم المركز لمراجعيه أغلب الخدمات الصحية من خلال أجنحته المتعددة التي تغطي أهم التخصصات الطبية. وتعكس الخدمات الصحية المجانية وشبه المجانية التي يقدمها المركز من تكفل تام بتكاليف الإنعاش ونقل المرضى وعلاج مرضى الفشل الكلوي وغيرها جوانب من تجسيد سياسة القرب من المواطن التي تنتهجها السلطات تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية في هذا المجال. زيادة الخدمات طرات جديدة كيف قسم الكسور وجراحة العظام وطب العينين والأمراض النفسية وهذا كامل كله عندنا وقلب القلب عندنا الاستشارات عن طريق فنيين عاليين. عدة خدمات تم التكفل بها بشكل مجاني بحيث أنها تتولى الوزارة تعويضها. فيه الرفع إلى نواكشوط حيث أن الوزارة تتولاها بشكل كامل. الإنعاش يتولى به اللي الإنعاش فعلا مكلف للدوية اللي تستخدم فيه لذلك تتولاها الوزارة. وإضافة إلى الصيدلية التي توفر الأدوية الأساسية بأسعار مدعومة يتكفل المستشفى كذلك بعلاج النساء الحوامل اللائي يفدن إليه من المراكز الصحية الأخرى في الولاية. منهم بعد كامل عنده كامل التكفل مكفل به قد جراته كامل عند قد سيزارين قد لعد عنده أفرتما لعد عنده شيء متكفل به الطب كامل جراته قد متابعة عدل الأفصان خارج شكل بحصل ما عندهم يجوا يداوي يعدلهم اللي مكفل بهم ويمشي كامل ما عندهم هم يعطوا فيش ديرفرانس للمداوي يجيهم مكفل به. يتلقى في المركز 12 من مرضى الفشل الكلوي حصص تصفية منتظمة بمعدل 3 حصص أسبوعية لكل واحد منهم مع ما تتطلب من أدوية بشكل مجاني في إطار تكفل الدولة بعلاج هذه الفئة. ما شاء الله من قد التصفية ونحن ما لنا معاني نمشي الحمد لله الدوم مظفر الحمد لله والطباء الحمد لله متكاتفين معانا. عندنا كرتاتية 15 اللي تنعطانا على 3 أشهر ولا بعضية مولي زين عندنا وزين عندنا إنزادنا بين اللي عندنا الظروف الياسري. ويتوفر المركز على المعدات الضرورية لتأدية عمله من مخبر مجهز بمختلف اللوازم وأشعة وجهاز تصوير طبقي ها هو يستأنف عمله بعد فترة من التوقف. لقناة الموريتانية أحمد معلوم محمد زوارات.